لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيتما ديستما، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هيا خنا من قر دخديدون فنسول إن شاء الله سبحانه وتعالى في البداية الحج مملكة سبدا لعبادة يدم قرن والعبادات الإسلام استيان العبادة الحج. الحج يتما هتي وريقي الجديد يقديم إبدا دبابات نخ آدم عليه الصلاة والسلام اللي غدي يزوك ربي أيتما بابات نخ آدم غالجنت يزوك سيد سيجين الدنيت الزوج سيد ربي سبحانه وتعالى غل هند غم كل التنين لبعض من الروايات نغدي الزوج سيد ربي سبحانه وتعالى غمكا ثم يفتو آل الهند ثم يريد سلبيت 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 العتيق. على كل حال اللي غدي الزوج ربي سبحانه وتعالى بابات آدم عليه الصلاة والسلام يود ناس في كاس الأمر باش يطوف البيت العتيق. اللي ختمنا كانت الملائكة يشكد باش يطوف البيت ان انت سمعني تريسين ليس اللي خاد حجوخ البيت اللي خاد الصطوفخ اللي خاد السردوخ ربي سبحانه وتعالى اللي يامر باش يطوف خي البيت باش هادي يغفر ذنوبينو. ارستيني الملائكة ارتبشر انت ارستيني هان ربي سبحانه وتعالى يسامحك هان ربي سبحانه وتعالى يغفرك هان البيت هاد نكنين ارسيد اللي تطواف ورتا تلسكيس 2000 عام 2000 نسكاس سيني دوال في نسكاس كانت الملائكة ارتطوافنت البيت الله الحرام قبل ورتاد يشكي بابات ادم عليه الصلاه والسلام. المعنى ان غيكاد راخي مال الحج سيجا قديم ثم الحج سيجا وين مسلم كلتن اختمام بابات ادم يخال الرسول صلى الله عليه وسلم وريخص غارس الاتباع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أرخي تبين كذلك آيات ما إزد الملائكة حتى تنتهي إصد طواف انت البيت العتيق لما كان اللي من الطواف البيت هذا اللي تيو قدس بها رغد ربي سبحانه وتعالى اللي ديوش كان قدام البيت المعمور غم كل غل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم البيت المعمور تقيت البيت اللي غينا غين سيدرة المنتهى البيت الله الحرام تقيت لك عبل تمني دغوكال إن النبي صلى الله عليه وسلم هان البيت المعمور لو كان في جي البيت الله الحرام بمعنى قرات سنتي كله المقدس يجي كله إجا كل البيت أريد مكلية طوافني الملائكة إلى البيت المعمور اللي لنغوي السينوان كذلك أريد طوافنت الملائكة إلى البيت الله الحرام اللي لنغم كلمة مكرمة إذا نغم إخدي الحج إخسكت تسنتي الدور دكين كي تطوافن إسيت طواف الجن إسيت طواف الإنس إسيت طوافنت الملائكة أنكما كي تجيتيان فقط العباد نربي إسكا تجيتيان غوي اللي تعبادني نربي سبحانه وتعالى واللي تركعني نربي واللي تطوافني نربي سبحانه وتعالى واللي تسجدني نربي واللي تعتكفني نربي سبحانه وتعالى أتسنت غيكا إختسنت غيكا باش أتسنت إسكيرا ربي سبحانه وتعالى إسكي اختار باش أتكتغيات المجموعة يتربوت اللي بهري فولكين غل عباد نس أتنيان دوي اللي تطعاني ثم أيتما إتوجدد الأمر من الحج غل عهد سيدنا إبراهيم هم كل التنين الكتب من التاريخ اللي إذ الطوفان غزمان سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام تخلى الكعبة يعني خلى التوامان أرسلت لي أولى الأترنس ليشكد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام اللي خسيدي بعت ربي سبحانه وتعالى يود ناس ربي سبحانه وتعالى يفكس الأمر باش أدي بدو البيت الله الحرام استدخي بنو من جديد أديج بدل القواعد نس أديج بدل الواسيس نس باش استبنو سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا الناس ربي سبحانه وتعالى كان تد سيدنا اسماعيل غم كل القران الكريم اردتني سيد ربي سبحانه وتعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اريبنا سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام البيت من جديد تكتني هذا الغم كل سننا ولكن رزقي التعواد لبنا ارتزقي بنا اردتني تديو سيدنا اسماعيل ليسي كان يزران ليسني قرب المواد اللي سيبنا أردتني ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أردتني سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا ربي التوفق سمد اللي رداش كينا من بعد اختار وانو باش تعبدنا غل مكانات أرتقدسنا ربي سبحانه وتعالى قني يمسلم أردتني ربي سبحانه أردتني سيدنا إبراهيم يا ربي أدقيتن تصفت يانو رقاسنك اللي ردسني من الغرس اللي ردسني اللي أدسني بين أغرسنا ربي سبحانه وتعالى المقصود ما تسرسيانا يجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. أرستني يا ربي أدا خسملت المناسك أدا خسملت ما منك سنت تحجو ما منك سنت تطواف ما منك سنت سكر رميل الجمرات الوقوف بعرفات غير كلير كل سنة بدر إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أريد تدعو سيدنا إبراهيم أريد تضال بربي أدي الصفد غيت مكة ينرقص ينوين ربي أتيقن الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باش أدي إملي من غراس هذا سيما لكتاب ربي سبحانه وتعالى أرسني مال سنت سيدي النبي صلى الله عليه وسلم أرتني تسكا ما كان أرتني تسكا أرسني مال لخلق فلكينين اللي تطهرين الذنوب نسن باش أديلين فوق غراس ربي سبحانه وتعالى أديلين في التوحيد سيدنا إبراهيم اللي كان بابات سن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. القصة يتمع أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام تطور بهرا ولكن كان اختصر أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام اللي غدي يشكاغ العراق الشام فلسطين ثم يزري مصر أريسي قيل الأتباع ما تتسابعان باش أي نشر أول ربي سبحانه وتعالى باش أدلين التبادل من ربي سبحانه وتعالى لغير مصر يلي وكثري اللي لنغ مصر غاكودان فرعون اللي لنغ مصر غاكودان هذا سيك استمغرتنس إني سوديها تستمغرت تيا قلت مع سيدنا إبراهيم قصد تيا قلت ما سغدين إما أنت تيا تمغرتنس ولكن إني سيا قلت ما سغ الإسلام شركنا الإسلام شركنا الدين الأكفريان اللي نواك استمغرتنا سيدنا إبراهيم إما ليس ربي المعجزة استمغرتنا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام السيدة سارة كوني غير استني قربوا كافريا نفتي شكو شوم ربي سبحانه وتعالى اركر في دار الناس يكر في فاس الناس على ستني يمدوك الناس هاتي الشيطان يدي تويمور بنادم اللي غير زرغ كان ودرس مجلس اسكار على تهدو هاجر على سيك امنا هاجر اللي يرون سيدنا اسماعيل امنا هاجر غكودا فكت تورجازد فكت فرعوند فكت مغارد سيدنا ابراهيم سيدنا ابراهيم تهددت سيدنا ابراهيم فكيست ادك توايانت اللي غادي تستفكاتك سوايانس ايميل السيده هاجر تو ارتحمل ارتارو سيدنا اسماعيل عليه الصلاه والسلام اللي اختي تورو ورفرضي ساره صغي كان شكون ساره ورتاتورو سيدنا يعقوب اللي غورتاتورو اللي ورتاتورو سيدنا اسحاق شكون سيدنا يعقوب يجي سيدنا اسحاق ورتاتورو سيدنا اسحاق وكان يضرت به راه كان شكون تتقى الحره خصها تتقى الامه حتى اللي كان الامه ارتارو حتى اللي كان الحره ولا تارو يضرت غيان تيلي جيس الغيرة اللي يد اللي تيلي نخت مغارين سيدنا إبراهيم اللي غيز غيان وراس دمشوش كنت مغارين وكون تسنت كانت غوسة ربما سبحانه وتعالى ولو كنت تيري بنادم كانت غوسة ولكن أرجيسي تيلي الخير عم كلي سين ربي سبحانه وتعالى فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم أريد تيلي غكور تريد كانت غوسة ولكن ربي انتني إيراءاتي السبب ان كانت غوسة يدنين ربي سبحانه وتعالى إيراء الأمورات كله الأسبابات كله أتقل السبب باش تعمر مكة أي عمر ربي سبحانه وتعالى مكة إنكر سيدنا إبراهيم يوي السيدة هاجر ديوس إسماعيل وتنسمك كيف الاثنين نجي صغين اللي اختي السلك من البلاص اللي اختي الكعبة ولكن الكعبة غاكودا نورسات لي إسر سنغين إفلاسن يتي دي التوامة إفلاسن يتولك صغير لا يمكن العوين إدروسن إفلتن أريز زيز إهود يغل لي متينين غلاز شارع إبراهيم الخليل شارع عن سيدنا إبراهيم حسما نزغي كان أشكو غنم يهود سيدنا إبراهيم لغي هود غين نرس تقرى السيدة هاجر أرستيني ما ميختفلت انت ورتيسيوي أشكوري إصدار هذا سيدنا والو الأمر أني جاوي نربي سبحانه وتعالى أي اللي غاستنا إصدر بي أداكي يمر نسغيك إن إسدياه رب ديود نتني سوها تنو رزخي ضيعة عن ربي ورزخي ضيعة فعلا سيدنا إبراهيم اللي غني يدور ين الجبل أخشار يعني إبراهيم الخليل أي اللي غاتور تسني السيدة هاجر أريد تدعو أريد تضرب ربي توجه ربي سبحانه وتعالى على ستين يا ربي هاتي في الغزتر وانو غل ما كانت اللي تبهرات عزيت اللي اختلى لبيتنك باش اجيس سقوم انت ظليت باش اجيس سكر العبادة ربي سبحانه وتعالى يا ربي هذا سندي تاوي سكراني معشرن مد تعشرن غي مد ديسني تعمرن مد نسو الناسنا مد نسو الناسنا غل ما كانت يا ربي اتربط القلوب لعبادنك اتربط لما كانت ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعوة سيدنا إبراهيم باش تعمر مكة دعوة سيدنا إبراهيم باش يسوس عربي لارزاق نيت مكة غمكن يتما أدعيشن بنسو لسغسة يختفتي تسمكة ولا تسمغي ولو ولقي سيقران ولقي سامان ولقي سلا شجار ولكن إنما تغريت تفت
أي نبي تغلي تغلى أغمى تشتت ولا ما تسات ولا ما تلسات، يعمرت ربي سبحانه وتعالى يطلع عمرت اللي وري عمر كران كران المكان يضين في السبب الدعوان سيدنا إبراهيم، يصرف القيس ربي سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في السبب الدعوان سيدنا إبراهيم. أم كلي تين الرسول صلى الله عليه وسلم إنك هاتين كي يخ الدعوان إبراهيم، يخ الدعوان إبراهيم يخ البشارة نعيسى يخ الرؤيا يعني تورقيت نمواس صلى الله عليه وسلم، يعني هم كذا يسمع أي البداية الحج اللي غي مقر سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام اللي غي أعزري غي صدر أي العمل وبلغوا السعي عم كل سنة ربي سبحانه وتعالى يتخدم يشكد باباس. كان اختصر القصة تلاقيس القصة الدبح تلاقيس القصة اللي تهلنس تلاقيس القصة اللي تهلنس تمغر تسنات أش كنت درس جورهم كران بدنغ اليمن يتهل درس سيدنا إسماعيل يسنت عرب نتبسوري عربي بوسيقى العبري العبراني التانيقى ثاني يا عرب، ولكن القصة طول بها الكنيسة كان اختصر ياش كذا سيدنا إبراهيم يفدي ويستخدم الكعبة أروك أن تخي توجد النبول أروك أن يسروا من النبول اسمها سيتقمر الناس إن كريس لم تسلم كلي تسلم وراءه بابس سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إني ساتي ربي سيدي صرفت منه البيت إني سيدنا إسماعيل أين ساكي من ربي تسكرت إني ساتي سيوم ردي تعاونت إني سيدنا إسماعيل بسم الله إن كر سيدنا إسماعيل يعاون باباس أي اللي غبنان الكعبة اللي أمك اللي استنتناي يد ناس ربي سبحانه وتعالى باش أي اللي يوزروا واللي ميتين الحجر الأسود يشكد يد اللي قزغ الجنس غزمان سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، ولكن اللي غير الغرق إجلا يوتيد سيدنا جبريل غجبل أبي قبيس سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسرسين غلما كان نس اللي غير غنيا من ميتين المقام سيدنا إبراهيم يجاين وزرو أرف لسي تبدأ سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام اللي غيبنا الكعبة يخف لسي بيد يغير الدياسة زرو غيز الدار يهود المقام سيدنا إبراهيم يغير التيني سرس غجين نوماليل غجين الحيط اللي بنا يوان دخ سرسي جازون دسانسور أري التقوز أري قلي أما كان نفسي حسب ربي غل آيات غل معجزات من سيدنا إبراهيم فيه آيات وبينات مقام إبراهيم المقام سيدنا إبراهيم يحكي لنا الآية بهرم قرنين يجي السنسور سيدنا إبراهيم أرسس يقلي التجوز اللي غيبنا الكعبة اللي تكمل الناس ربي سبحانه وتعالى بالرحيم أدش كنس الحج وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق الناس بالرحيم باش أدش كن خيرا يتغزر أدش كن خيرا يتغني أدش كن خيرا يتتمازير باش أدحجون المقامات الناس سيدنا إبراهيم يا ربي من يرتلك مستوطينه من يرتلك موالينه غا كنت تبرح الناس ربي سبحانه وتعالى كي إلا فلك غا تبرحت كي إلا فلي أداس نبلخ يعني كي إلا فلك أتسكرت من نداء ولكن ما ريس لك من نداء مسلم كله يخار إخارك يختفن الدنيس وهو ربي سبحانه وتعالى إبرح سيدنا إبراهيم أرتيني العلماء أيتما تبلغ الدعوان سيدنا إبراهيم كل ما يجن كل ما يحج كل ما يحجن ما يحجو اختمن زمان سيدنا إبراهيم إخارك يختفن الدنيس غل أصلا بن الآبان الأرحم الأمهات نسن ناس كله لبيك وأنين لبيك يندور يحج يندور وأنين لبيك سين لدوار يحج سين لدوار يعني لا كني غير هذه غنفساس الحجر نتيني لبيك اللهم لبيك بمعنى أن تجديد الدعوة أن تجديد التلبية من سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم أيتما أري المتحجون الأنبياء بعد سيدنا إبراهيم يحجوا موسى عليه الصلاة والسلام يحجوا لوط عليه الصلاة والسلام يحجوا يونس عليه الصلاة والسلام يحجوا عيسى عليه الصلاة والسلام الأنبياء كله تنرفتون سلحجر تحجون بيت الله الحرام أي اللي غدوش كالزمن النبي صلى الله عليه وسلم أيتما يحجوا حتى تن حجة الوداع اللي غيبين النبي صلى الله عليه وسلم المناسك من جديد حش كل المناسك اللي استيني كسيدنا إبراهيم يبين حرفنت من الدغ الجاهلية زيد نقيس النقص نقيس يشكد النبي صلى الله عليه وسلم إني خذوا عني مناسككم إنك النبي صلى الله عليه وسلم أمزط في الليل مناسك النون يبين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يفتح مكة يطهرت إن قت غلصنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم من كسر الحج غم كان يتما اللي سيحج النبي صلى الله عليه وسلم أسد حجني مسلم اختمن زمن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الساعة غم كان إن شاء الله هران بينا غل حلقات اللي يجوش كانين ما من كسرت تحرمت ما من كسرت طوفت ما من كسرت سكرت السعي ما من كسرت توقف عرفة ما من كسرت نستغ مزدلفة ما من كسرت سكرت الجمرات
غمينان ما مكسرت تسكير الطواف الوداع باش يتم اجيس تابعة الحج الحجه النبي صلى الله عليه وسلم خطوه يعني ازمزل يخارك نبيين غير كان ان شاء الله سبحانه وتعالى ساين من صدر زين من سن ضرب ربي اداه وفق نكني ولا كني يا خن رزق المكان المقدس نكني ولا كني افلاخ يخص ربي سليمان الاسلام سوف في الله التوبه ان اجانا نصوحه انه على ما يشاء قدير وبالاجابه جدير واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Thank you.